اسمي منى، عندي 34 سنه، شغاله بقالي 5 سنين في دورة ستراكشر شوب دروينج تيم ليدر. بحاول كل يوم اشوف البلان بتاع كل مشروع، احنا المشاريع بتاعتنا ايه، بعمل ميتنج مع التيم، بحاول اشوف هل احنا ماشيين according to the plan ولا لا، ولو احنا مش ماشيين according to the plan بحاول اعمل corrective action. بحاول اكلم طبعا، اعمل contact مع الاستشاري ومع السايت بتاع مع التيم عندنا في السايت، لو في اي مشكلة بنحاول نحلها. انا شغالة responsible على delivering projects from start to finish on time within budget. مسؤولة عن ان يبقى التيم يعمل يقدم الشوب drawings اللي محتاجها السايت الكونستراكشن، وابقى مسؤولة ان هي تبقى delivered on time. احنا كنا من سنتين كنا عندنا في الديبارتمنت بتاعتنا شغالين بالاوتوكاد، وبعد كده قررنا ان احنا نعمل development للديبارتمنت ونشتغل بالريفت، ندخل البيم يونت عندنا في الديبارتمنت. وبعد كده يعني رحنا لباشمهندس طارق، هو كان السي او، لا شجعنا جدا وقرر يعمل لنا سبورت. فكان عندنا مشروع جديد اسمه نيو جيزا، كان كلاينت مهم قوي وكان طالب المشروع ده يتعمل بالريفت. فبالتالي باشمهندس طارق قال لنا طب خلاص ماشي، اختار التيم بتاع اللي هو هيشتغل في المشروع دوت، وقرر يعلم التيم دوت ريفت، وكنا بنتعلم الكورس at the same time ان احنا بنعمل delivering للبروجكت دوت، وكنا بنتعلم الكورس ونيجي نطبق القصه ديت في البروجكت بتاعتنا. ودي كانت ريسك كبيره جدا ان كلاينت مهم زي دوت، واحنا كنا بنتعلم معاه اول مره يعني انتو ديليفر القصه ديليفر البروجكت. غير كمان ان هو سحب مننا كل المشاريع اللي معانا، فبقى في اكسبنسز اكتر ان المشاريع دي ناس تانية تشتغلها، عشان كل ده يوفر لنا تايم نقدر نركز فيه في الديفلوبمنت بس. فدي كانت بوينت مهمه جدا، لان في شركات كبيره بيبقى عايزه تعمل ديفلوبمنت وكده، بس التيم ما بيقدرش ياخد التايم الكامل اللي هو لا انت المفروض تتعلم حاجه وتعمل لها تطبقها وفي نفس الوقت تشتغل شغلك الاساسي. فهو باشمهندس طارق شايل الشغل الاساسي ده خالص عشان نركز في الديفلوبمنت بس. بصراحة أنا كمانجر بحب يبقى التيم بتاعي أول حاجة مرتاح وهو شغال، يبقى عنده بيشتغل بالستايل بتاعه، بحبه يكون دايما يفكر في الديفلوبمنت، دايما يفكر يبقى out of the box، بحب أشجعهم. أنا بالحقيقة شغالة في ديبارتمنت 80% منه أصلا وومن، بحس دايما إن هما مبيركزوش خالص في قصة إن هو يبقى وومن أو مان، بحسهم بيركزوا في الكواليفيكيشنز بس. نصيحتي للستات اللي بيقدموا في البوزيشن ده يبقوا برو أكتيف، يبقوا انتو ديتيلز، يحاولوا يبقوا دايما بيبصوا في الديفلوبمنت ويركزوا فيه، دايما يحاولوا يثينك اوت اوف ذا بوكس.